اليوم خلاص يا برحمه ابنك الحبيب رب الكون الى الابد. امين. عندما يفوح يا ربنا والهنا عبد محبتك الزكي فينا تستدير نفوسنا بمعرفه حقيقيتك تصير اهلا لاستقبال تجليك الحبيب من السماء. نرفع لك الشكر والتسبيح في كنيستك المكلله الممتلئه من فيض نعمتك وخيراتك انت رب الكون الان والى الابد. امين. لا خمارا قل مودينا نولا في شعم شيحم شبحينا لدتم نحمانت فغرين والتفار قد نوشافا قاو الموداء المريا والمزمر لشماخ مريما لا خمار كل مودينا نولا خيشان شيحم شبحينا ذاتم نحمان اتبغرين والتوبة شو حالا ولو را والروح قدش من عالم وعذم العالم من وامين لا خمارت كل مودينا نولا خيشان شيحم شبحين لدتم نحمان الطغرين والتبار قد نوشا فهيا هيا صلي اسلام عمان انك يا رب حقا باعث اجسادنا ومخلص نفوسنا الصالح وحارس حياتنا الدائم لك ينبغي أن نؤدي الحمد والمجد والسجود رب الكل إلى الأبد. آمين. هارم قلخ نشبح كل عمال لها حيا قديشا لها قديشا حلثانا قديشا قديشا لها قديشا حلثانا قديشا لما يوثى إثر حمالي من عالم وعذم العالم من وامن قديشا الذي لا يموت يا من يسرد السكنى في قديسين التفت يا رب ارحمنا كما ترحم كل حين رب الكل الاب والابن وروح القدس يا الابد امين يا ربنا والهنا عقولنا لننصت الى وصاياك المحيي للايام هب لنا بنعمتك نجتني منها المحبه والرجاء والخلاص بنفوسنا واجسادنا نرتب لك المجد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي بارخوا شيحنا كراخ من الثاني قديش وتعرفون أيها الأخوة
أننا نعض عن ضلال لا دنس ولا خداع، بل نتكلم كلام من امتحنهم الله فأتمنهم على البشارة، لا لنرضي الناس بل لنرضي الله الذي يختبر قلوبنا، كما تملطنا لكم بكلمة كما تعرفون، ولا أضمرنا طمعا يشهد الله، ولا طلبنا المجد من الناس لا منكم ولا من غيركم، مع أنه كان لنا حقا عليكم لأننا رسل المسيح، ولكننا حنون عليكم حنو الأم على أولادها، فكنا نبشركم بشارة الله ونحن نعمل في الليل والنهار لئلا نثقل على أحد منكم، وأنتم شهود والله شاهد أيضا كيف عاملناكم أنتم المؤمنين معاملة نزيهة عادلة لا لوم فيها. والنعم والسلام مع جميعكم يا أخوة. آمين. قوم عتيدا إذ المجمع لي وانقاليون أديشا هللويا هللويا هيا شليا كارزو ذات نوقا روح عالم شيحة مرانا من شلاف ويا. قال الرسول للرب زدنا إيمانا. قال لهم لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذه التوت انقضي وغرسي في البحر فتطيعكم. من منكم له عبد يحرث أو يرعى غنما إذا جاء من الحقل يقول له الوقت ادخل واتكئ، ألا يقول له أعدد لي ما تعشى، اجد حقويك واخدمني حتى أكل وأشرب، وبعد ذلك تأكل أنت وتشرب. هل علي أن يشكر فضل ذلك العبد لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضا إذا فعلتم جميع ما أمرتم به قولوا إن عبيد بطالون، إنما فعلنا ما كان يجب علينا فعله. وفيما يسوع منطلق إلى أورشليم اجتاز بين السامرة والجنين، وإذ أوشك أن يدخل إحدى القرى استقبله 10 رجال بورس ووقفوه من بعيد، رفعوا أصواتهم قائلين يا يسوع المعلم ارحمنا. لما رأوهم قال لهم امضوا أروا أنفسكم للكهنة وفيما هم ذاهبين طهروا. واحد منهم لما رأى أنه قد طهر رجع يمجد الله بصوت عظيم، خر على وجهه أمام قدمي يسوع شاكرا، وكان هذا سامريا. أجاب يسوع وقال أليس 10 الذين قد طهروا؟ أين 9؟ لماذا افترقوا ولم يأتوا ليعطوا المجد لله؟ ما خلى هذا الغريب الأمة؟ ثم قال له أمضي ما نكا خلصك. A reading from the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke, Bharat Mark. As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voices, saying, Jesus, Master, have pity on us. And when he saw them, he said, go show yourselves to the priest. Shuhalalaminai.
تمشي حمارا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكو مزمور كلش حلو يقول لنا اليوم: لا لن مريا لا لن الا لشماخ ايقارا. ليس لنا يا رب الوقار بل لاسمك. Not to us Lord but to you, to your name should be always the respect and the honor. نحن اليوم في الأحد السادس من سابوع الصيف. يسوع في إنجيل اليوم يقدم لنا أولا عن الإيمان، ثانيا عن الصبر والاحتمال، وثالثا اليوم لنا شفاء العشرة بوس. أشخاص كان لهم مرض البرص، فأش نستفيد من هالمعلومات الحلوة مع يسوع. أول شيء عن الإيمان. الإيمان هو نعمة تعطى لنا من قبل الله. اللاهوت يشرح الإيمان هكذا: هو ثقة وقبول ما تقدمه لنا الكنيسة. ثقة يعني نعتمد نتكل على ما تقوله لنا الكنيسة أنه لخلاصنا ولفائدتنا حول أمور خارقة الطبيعة التي لا نفهمها بل نقبلها كحقائق موحاة. هذا هو الإيمان. فإذا أول شيء هو نعمة. دائما لما نصلي نطلب أنه حتى الرب يسوع يزيد إيماننا مثل ما الرسل قالوا، لأنه هو نعمة من قبل الله. بهالمناسبة أريدكم أن تعرفوا فشيء كلش مهم. إخوتنا البروتستانت يقولون آمن وبس، أعمال ما هي مهمة. مع الأسف منين جابوها هالتعاليم؟ أخذوها في القرن الخامس عشر لوثر وبعدين كل البروتستانت. منين جابوها؟ جابوها من رسالة مارطولوس إلى رومية. بعض اليهود لما صاروا مسيحيين قالوا نحن يكفينا أن نحن نكمل الناموس، أعمال الناموس إذا كملناها كما أعطانا موسى ولو صرنا مسيحيين رح نخلص. هذيك المرة ما بولس سكتهم وقال لهم: لا يتبرر الإنسان إلا بالإيمان. وإيما إيمان؟ طبعا إيمان بيسوع المسيح، لأنه طالما شريعة موسى ما تقدر. ولهذا أخذوها كحرف سؤال: إذا أنا أؤمن وأزني، إذا أنا أؤمن وأقتل، إذا أنا أؤمن وأكفر، إيش فائدة منه؟ بلا أعمال. ولهذا تروحون على البيت ودائما إذا شفتم فد أخ من الإخوة يبدي يجادل معاكم ذكروا إيش راح أقول. رسالة يعقوب الفصل الثاني آية 14 إيش يقول بها؟ يقول بها: الإيمان من دون الأعمال ميت، ماكو فائدة منه. ليش؟ لأنه إذا جاء لي فد واحد يقول يدق على الباب ويريد فد شيء تقول له روح الله يساعدك. لازم تعطي أعمال، تسوي أعمال، لأنه لا ليس بالإيمان وحده بل بالأعمال. مهمة جدا هالجملة، وإلا بس ناخذ الإيمان وعندنا باسبورت للسماء مهما عملنا راح نروح إلى السماء. غلط هذا أبدا. نجي نسى على نقطة أخرى كلش حلوة أنا كثير يعجبني. أحياناً كثيرة الوالد يجي على البيت ويبدي يقول: أنا تعبت وأنا اشتغلت وأنا دا أشتغل لكم وأنا 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 وأنا. أو الأخ الكبير وخاصة كذلك القاس أو المعلم: أنا سويت وأنا عملت وأنا وأنا وأنا. تعرفون إيش يقول إلنا يسوع؟ فالجملة أحب إلى درجة. يقول: مهما فعلتم قولوا نحن بطالون، عبيد بطالون، إنما فعلنا ما كان واجب علينا. سمعتم الجملة الحلوة؟ لأنه ما ندري نحن مكافأتنا نكون من الناس حوالينا حتى هم يمدحونا. لا، قولوا نحن عبيد بطالون، القس، المعلم، الوالد، الأخ، أي شيء آخر، مهما يشكروكم انت تسوي اشياء بطل، انت تدخله. لا، لانه مارطولوس يقول ايش عندك هو من عندك، هو كل شيء من ايش؟ من الله.
وعندي جملة كلش حلوة من مرقولوس الرسالة للقرنثية فصل الثالث يقول أنا لا أفتخر بشيء أبدا. ليش؟ لأنه أنا يقول أزرع وأبولو فد واحد من المبشرين المسيحيين يسقي. تعرفون من يقوم هذا يسمون الزرع؟ الله مو أنا. فأش فضل عندي يقول أنا أزرع ما يخالف أبولو يسقي، ولكن من ينمي هو الله سبحانه وتعالى. عندنا دقيقة واحدة باقية حتى لهذول العشرة. ليش كانوا عشرة وش عندهم مع بعضهم هذول؟ مشكلتنا الكبرى هي عند اليهود إذا واحد جاله مرض البرص الجرب يصير نجس. فإذا جاء على البيت إذا هو صار عنده فتشي جلد مرض جلد يروح عند القاسي، القاسي يقول له ترى عندك مرض الجرب. لما تمشي ستة فيتات لازم تصيح وتعيط لهذول الناس الآخرين تقول له أنا نجس لا تلمسوني، من لمستموني أنتم صرتم إيش نجسين، ما تقدر نصلون طول النهار. فخطية إيش يصير؟ وبعدين إذا راح على البيت الصحن اللي يأكل بينه وما حد ما يقدر يأكل بينه بعد لازم يكسره إيش يخلصه. فأسوا هذول خطية يروحون إيش على الكهوف ويعيشون سوا. فولهذا سمعوا بيسوع أنه ده يشفي، فجوا يصرخون قدام يسوع دخيلك يا رب ارحمنا يا يسوع. فيسوع شفاهم كلهم. لما شفاهم أول شيء قال لهم روحوا عند الكهنة حتى تشوفون أنه ما بقى لكم بعد هذا المرض. وإذا الكهنة طال الشهادة معناته يروح على البيت. بروح هجم شفوا واحد منهم رجع حتى يشكروا يسوع، وهذا مدحه كثير. فأنا وأنتم أيش نتعلم اليوم؟ أن نشكر الرب على إنعاماته ونطلب من الله سبحانه وتعالى الإيمان حتى نكون دائما أبدا نؤمن بيسوع ونعمل مثل ما يريد منا يسوع. آمين. لو شاثان وذعذا ذيلا ولو راوى الروح تخدشان أغعين. يا رب الإله القدير نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطة موهبتك وتغفر برحمتك وحنانك خطايا رعيتك التي اخترتها بنعمتك رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. المسيح الذي ذبح من أجل خلاصنا أوصانا أن نصنع ذكرمتي ودفني وقيامتي بحسب وصيتي نقرب لك هذه الذبيحة يا ربنا وإلهنا تقبلها منا برحمتك ورحمتك الآن وإلى الأبد آمين. وبحسب وصيتك يا ربنا وإلهنا توضع هذه الأسفل المجيدة على المذبح الغافر وتعد حتى ظهور ربنا ثانية من السماء لك المجد الآن وإلى الأبد آمين. يقبل هذا القربان بوجه مشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس فيكون لنا عونا وخلاصا وحياة أبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شوق الأورى والروح القدشان على المذبح قدشان بجفرانا دوث التمريان من عالم وعظم العالم امين وامين شليحه ودوره ورحمه وديحيده صلوا نهويش يا مولاي امين وامين دكرا مر بطرس على المذبح قدشا عم كيريد انصاح سافيت تتكلم ماشي وصوره كنون عني ذين دوقي مدخش وحتاب شو عدقي منه واحد الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد
المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء، ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمحمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد. آمين. اذكروا في صلواتكم أباءنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى وكل الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع الحكام وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين في العالم أجمع، ليمنحنا الله الذي كللهم بمجد القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي بارخ مار. نحمدك يا رب على نعمتك الغزيرة، إذا هلتنا بفيض مراحمك نحن الضعفاء الخطأ للاحتفال بسر جسد مسيح دمي، نسألك متضرعين أن نعتذر لخدمة محبتك الكاملة، نودي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعنا الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم نحو العلا. إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك المجيد، يقرب القربان لله رب الكون، يليق ويجيب السلام معنا، يستحق اسم ثالوثك الممجد من جميع الأفواه والشكر من كل الألسنة والسجود والتعظيم من كافة الخلائق، أيها الآب والابن والروح القدس، يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصا بحنانه ومفيضا نعمة عظيمة على الميتين، وأمال في السماويين الذين يسجدون لعظمتك، ورباة الملائكة ومواكب الروحانيين قدام النور والروح والكروبين السرافيم القديسين الذين يسبحون اسمك ننشد قائلين. الذي أتى ويأتي باسم الرب.
القوات السماوية نحمدك يا رب، نبارك كلمتك المتجسد هو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك، هو لم يعد مساواته لك غنيمة بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا لخلاصنا، سلمنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. في الليلة التي أسلم فيها للموت أخذ خبزا بيده المقدستين، رفع عينيه إليك أنت الله والضابط الكل، شكر وبارك وكسر وأعطى لحمده قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. ذلك من بعد العشاء أخذ بيده المقدستين كأسا طاهرة، شكر بارك وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي، سر الإيمان الذي يرافع عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري. نؤمن ونعترف كما أوصيتنا يا رب. قد اجتمعنا نحن عبادك ضعفاء للاحتفال بالسر الخلاص هذا الذي بأغدقت علينا نعمة عظيمة لا توفى، تجسدت لتحين بألهيتك، عضدت ضعفنا وغفرت خطايانا، أنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. على كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم السلام معنا. أيها الرب إله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمدا لك على جميع النعم التي أفضت على الطباوية مريم الدائمة البتولية، جميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء المعترفين. اقبلوا يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل أبانا القديسين مار فرانسيس كمرا ربا باب الرومي، مار لويس كاثوليكا باتريركس، مار عمانويل أبسكوبا مار إيثان، مار سرحد يوسف أبسكوبا، وكل الأساقف والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. نعم يا رب اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين، كل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا، اقبلها يا رب لأجلنا نحن الحاضرين هنا والمنتظرين رحمتك، استجب صلاتنا، اغفر خطايانا وذنوبنا. اقبلوا يا رب لأجل هذا البلد وسكاني هذه المدينة وأهلها، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، ابعد عنهم الخوف والعنف وامنحهم أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح سلام السماويين وأمان البشر، وطد الأمن والسلام على الأرض كلها، وفي كنيستك المقدسة الجامعة أنهي الحروب واهد الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف، فنعيش حياة هادئة وادعة بالنقاوة والتقوى. نحن أيضا يا رب عبارك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا بالتواتر الرسول عن أبائنا ما رسمه ابنك أننا نحتفل مسبحين ومفرحين بهذا السر العظيم والرهيب والمقدس والمحيي والإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادين وخاشعين وصلوا والسلام معنا. نثم روح القديس يأتي يا رب روحك القدوس ويحل على قرباننا هذا، يباركه ويقدسه غفرانا للذنوب وصرعا للخطايا ورجاء عظيما القيام بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. بأفواه منطقة وجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم، نمجدك دوما في بيعتك المفادات بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. آمين. تقربنا يا ربنا وإلهنا ورحمتك من هذا الأسراد المجيد المقدس المحيي الإلهية، ونحن غير مستحقين. نحن غير مستحقين. اقترب يا رب
من هنا باسمك الحق من هذه الصلاة المقدسة ونكسر بحنانك جسد ربنا يسوع المسيح ونسمه بدم الكريم بسم الله والابن والروح القدس آمين يوسم دم ربنا يسوع المسيح بجسده المحي بسم الله والابن والروح القدس آمين يوسم جسد ربنا يسوع المسيح بدمه الغافر بسم الله والابن والروح القدس آمين لقد أفرزت هذه الأسار المجيدة وتقدست واكتملت امتزدت واتحدت باسم الآب والابن والروح القدس مغفرة لخطايانا ورجاء عظيم القيام بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء لنا وللكنيسة التي هنا وفي كل مكان الآن وإلى الأبد آمين نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعنا الآن وإلى الأبد آمين لنقترب كلنا بتقوى وإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق فلنقتبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ ولنندم تائبين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين إخوتنا على زلاتهم اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا ونفوسنا صافية من كل حقد وعداوة اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الأبدية لنصلي السلام معنا أهلنا يا ربنا وإنانا أنكما محكم دوما بلا عيب بقلوب نقية وجوه سافرة وأن ندعوك كلنا معا بالدلة التي وهبتها إيانا برحمتك ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشر لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين نعم يا رب لنا والجبار إلهنا الصالح وأبد فائض رحمة نطلب إليه وابتينينا يرافق على رحمتك لا يا رب لا يا رب لا تدخلنا في التجربة لا نجينا من الشرير وأحواني لأن لك الملك والقوة والعزة والجبروت والسلطان في السماء والأرض هاشا وكل زوان والعالم عالمين آمين Shall I?
شباح لا لا حيا قدس أجسادنا بجسدك المقدس واغفر ذنوبنا بدمك الكريم ونقي ضمائرنا بحنانك أيها المسيح بارخ ما قليت النعمة من خيان المارين شامشي حياة دائم وثامد كل عالم دسخة عاشي موت الضروب
بطل منان كل نخياني واشرب أثران شيء وخلصنا الذي أهلنا بنعمته لتناول جسدي ودمه الكريمين مقدسي الكل نسأله متضرعين أن يقوينا بتكميل مشيئته بأفكارنا وأقوالنا وأفعالنا وليكن لنا هذا القربان الذي تناولناه غفرانا لخطايانا وعرضنا القيام بين الأموات والحياة الجديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوا بنعمتي ومراحمي إلى أنا وإلى الأبد. آمين. الذي بارك بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه وعربونا الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا. آمين. شملنا آمين. ويقدس شعبنا آمين. الذي حضر وتنعم بقوته بالأسرى المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة صليب الحي الموران تكونون موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشة وخزوة والعالم آمين. نصلي ونطلب من رب الكل لأجل سائر أبناء الكنيسة وعلى وجه الخصوص المشردين والمضطهدين وخاصة مسيحي العراق ومن أجل المرضى والمحتاجين والسلام في العراق وفي سائر أنحاء العالم من أجل نيات القداديس المؤبدة والسنوية الموجودة على المذبح وكذلك نيات هذا الأحد أنجيل عبد الأحد غورغيس المتوفاة في سان دييغو مارغريت حنا قرمو المتوفاة في سان دييغو ماري مراد المتوفاة في سان دييغو صباح هرمز شوكا المتوفى في سان دييغو
موسى يوسف حلاق المتوفى في ميشيغان، كاترينا جورجيس جورجيس المتوفى في دهوك، يعقو جميل قودة المتوفى في ألمانيا، الشماس بولس جورجيس شانو بمناسبة الأربعين، جوزنا عوم رزوق بمناسبة الأربعين، سهام يوسف حنا كتشل بمناسبة الأربعين، جلال ميخا قشر بمناسبة الأربعين. اعتبارا من يوم الاثنين سيكون لنا عمال في الكنيسة لتبديل سطح الكنيسة، وسوف يكلف هذا المشروع $50,000. من يرغب أن يساعد ويتبرع لهذا الغرض يستطيع أن يعطي تبرعه لأعضاء لجنة الكنيسة أو مكتب الكنيسة. وسوف يكون لنا القداس اليومي 10 صباحا والسادسة مساء تحت الخيمة. اذهبوا بسلام المسيح. أم الحياة